السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الأخ من سوريا، لو كان تسرد لنا شيء وقع الأحداث اللي تعرضت لها على أثر إصابتك على مستوى الرأس من طرف نادي في السفارة السورية بتونس. والله نحن بعد ما طلع القرار من رئاسة الجمهورية التونسية إنه راح يعمل تعترف مجلس وطني وتطرد السفير، نحن أقل ما نقدر نعمله إنه نحن نحاول نغير عالم بلدنا يلي هو هاد، يلي هو كلياتنا لابسينه على ظهورنا، اللي هو علم سوريا، ونزل العلم القديم يلي كان سلاح حزب البعث وسلاح بشار الأسد وقبله حافظ الأسد. طلعنا على هيئة السفارة، بيهجم علينا، تحديدا هجموا علينا كتير أمن، بس الأمن كان كتير متعامل معنا، بس في شخصين بالأمن إنن يلي كانوا عم يستعملوا العنف والضرب، والله أعلم شو كان فيه بإيدهم، عم يضربوا باللي بإيدهم، يعني جرحونا وفتحونا روسنا ولسه لحد الآن عم يحكوا. شخصين بالأمن التونسي، هذا غير السفارة اللي جوا اللي هجموا عليهم بالسكاكين، هجموا بالسكاكين موظفين السفارة اللي جوا، هجموا علينا بالسكاكين وقت اللي طلعنا لنبدل العلم، وهنن هلأ هنن اللي محتلين السفارة ونحن أصحاب حق، ونحن رح نضل ورا حقنا لو بدنا نعود هون شهر لحتى يطلعوا هن مثل الكلاب لبرا، وينزل عالم، ينزل عالم حزب البعث وعالم النظام البعثي وينحط عالم سوريا. بتمنى على حالتك على اثر الاصابه على مستوى الراس. الحمد لله اللي صار فينا ما ولا بيطلع ولا 1% من يلي صار، هذه الاصابه على مستوى الراس وغير الضروب بالرجلين، بس هذا كله نحن ما بيعنينا اي شيء طالما في دم سوري موجود على ارض سوريا. شكرا. العفو.